مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفتره الماضيه. وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنمويه والاجتماعيه الى جميع المستحقين في انحاء الجمهوريه كافه